بعد كده هناخد معانا كمان الأستاذ إبراهيم. أهلا وسهلا. اهلا بحضرتك، السلام عليكم. أهلا أستاذ إبراهيم، والله في سؤال عايز اسأله لحضرتك كده. اتفضل. ان كان ليا ابن اختي وده جنسيته ليبي، وكان في شراكة بينه وبين اخويا في تجارة، ابن وبعد اختك فترة مشارك اخوك. هما الاتنين كانوا تجارة سوا، واخد بال حضرتك، وبعد فترة هما اختلفوا في التجارة وكانوا قدامي وفجأة قاعدين قدام انا واتحاجوا سوا، فطلع عند ابن اختي اللي هو الليبي ده طلع عليه 130,000 دولار، واخد بال حضرتك، وقال لي قال له خلاص يا خالي خلال سنة هدي لك الفلوس، فقال له هتيجي 5 سنين. اختي تورث من ابويا ارض زراعية في هنا في القاهرة هنا، فهو عايز، قال لك طب ما انا ما خدتش من ابن اختي فلوس ال 130,000 دولار، وكان الدولار ساعتها كان ب 7 جنيه، نعم. واخد بال حضرتك، فقال طب انا هاخد حقي من اختي في ابويا. ابويا لسه موجود على قيد الحياه، بس هو راجل كبير، واخد بالك، عنده حوالي 92 سنه. فالمهم قلت له يا ابني ما ينفعش الكلام ده، ازاي تاخد حق اختك شرعي، واخد بالك، قال لي طب ما انا ما خدتش حقي وابنها كان لي. قلت له والله اسال بقى فيها شيخ، او اسال او روح دار الافتاء واسال، لان ما حدش من اخواتك هيقدر يوقع لك على الكلام ده. ان كان لك حق هتاخده، ما لكش حق خلاص. اما الحسبه اللي بينك وبين ابن اختك دي يعني حاجه، ابن اخته راح فين بقى؟ وورث اختك ده شرعي، ده شرع ربنا. ابن اخته راح فين؟ مشي ولا ابن اخته موجود؟ بقى في ليبيا ومش عايز يسد، يقول لي لا ده خلي كاني، بس اخر حسبه كانت قدام انا، واخد بالك، بين اخويا وبين ابن اختي 130,000 دولار. طيب شوف يا استاذ ابراهيم، اتفضل. نمره واحد، اختك او اخته ملهاش دخل في الموضوع ده تماما خالص، ادي نمرة واحد. الاخت لا يؤخذ منها شيء بسبب اولادها. نمرة اتنين، الاب على قيد الحياة ولا يصح التوريث في حياته. التوريث بعد الممات مش قبل الممات، مهما كان كبير ومهما كان غايب عن الوعي ومهما زي ما تقول قول، لابد ان يحدث الموت ثم يكون التوريث. اما اذا كان هيقول بقى اصل ده حق وده مش حق، لا 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 مش حق طبعا، ابدا ابدا ابدا. اخته ملهاش دخل ابدا فيما كان بينه وبين ابنها. طب هما لما كانوا شغالين ومبسوطين مع بعضيهم، اخته كانت بتتدخل في حاجة ولا ليها حاجة اصلا؟ ملهاش. يبقى ولا تزر وازرة وزر اخرى، ابدا 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 ابدا. يبقى الاخت ما نرجعوا بيها، الاب ما ناخدش ورثه طول ما هو على قيد الحياه. ده بلغه لابن او لاخوك بالنسبه لابن اخته.